تعالى وبركاته. هذا المقطع الطرقي مدخل ديال مولاي بوشتى على الجهة ديال الغرب ديال الإقليم تونات، مقطع طرقي عيان رديء من ناحية البنية، قبيح كما كتشوفوا، يعني كان الحفاري بزاف، طريق مهرسة، القدرون قبيح شوية، خصوصا الطوموبيلات اللي صغار او اللي طوموبيلته عزيز عليه. المهم اللي الحديد ديالو عزيز عليه من يعني ما ننصحوش يدوز مع الطريق هذه. هو المدخل ديال مولاي بوشتى على الجهه ديال الغرب، يعني هذا الطريق عيانه بزاف الشيء اللي كاين. غتشهد واحد 6 دقائق على الطريق هذه، يعني بواحد الطريقه سريعه بالفيديو. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وشكرا للناس اللي كيديروا جيم ديما ومتبعينا، الله يجازيكم بخير. شكرا للناس اللي كيديروا جيم والناس اللي متبعينا على القناه هذه تاونات جيو، الله يرحم ليكم الوالدين، شكرا بزاف. نتمنى توفقوا باش نلوحوا لكم شي حاجه تكون زوينه وجديده، ونكتشفوا معكم شي حاجه زوينه على حسب الوقت والظروف هادشي اللي كاين. شكرا مره اخرى، الله يجازيكم بخير. المهم نخليكم مع هذا الفيديو هذا اللي هو كما قلنا المدخل ديال مولاي بوشتى على الجهه ديال الغرب، اللي هو طريق قديمه ومهرسه قدرون، ولكن قبيح، يعني طوموبيل بغيت تكرفص على الحديد ديالك هو دوز مع الطريق هذا، ما ننصحش الناس يدخلوا معه. هذا مكان تحيه وتقدير لكل واحد كيشاهد هذا الفيديو هذا، نتمنى يدير شي وشي تعليق كما كان، شي اقتراح ولا شي بلاصه نشوفوها ولا يبدا راي هادشي اللي بغينا. وشكرا، شكرا للناس اللي معانا ديما وكيشاهدوا الفيديوهات ديالنا على قد الحال، الله يجازيكم بخير، شكرا ونخليكم. يلا دابا حنا نبقاو على الفيديو هذا المده ديال شي 6 دقائق ولا 7 حتى المولاي بوشتى المقطع كامل. شكرا جزيلا.